الآن بعد أن تعرفنا على هيئتي الكرسي والقارب، لنرى إذا كان بالإمكان إيجاد كيف يمكن تحويل هيئة الكرسي إلى هيئة القارب والعكس أيضا. لنرقم ذرات الكربون، هذا سيكون الكربون واحد، ومن ثم هذا كربون اثنان، وهذا كربون ثلاثة أربعة خمسة ستة. لنبدأ في وضع التفرعات، لنضع تفرع واحد فقط الآن على حلقة السيكلوهكسان هذه، ولنضع مجموعة مثل باتجاه الأعلى عند كربون واحد. إذا هذا تكوين الكرسي لمثل سيكلوهكسان أو الهكسان الحلقي. لنرى إذا كان بالإمكان تحويل هذا إلى هيئة القارب. ما سنقوم به هو أخذ تكوين الكرسي هذا على اليسار ونديره قليلا إلى اليسار. إذا هذا سيكون كربون واحد، وهذا سيكون هذا كربون اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا كل ما قمنا به هو جعل الكربونات اثنان وثلاثة أفقية، والكربونات خمسة وستة أيضا جعلناها أفقية، وما يزال هذا تكوين الكرسي. إذا أين مجموعة المثل؟ ستكون بالنهاية ما تزال هنا عند الكربون الأول للأعلى بهذا الشكل. الآن سنحول كل شيء إلى هيئة القارب مرة أخرى. إذا كان لديكم نموذج الذرات فهذا وقت استخدامها. من الصعب رسم هذا على ورقة مسطحة، والطريقة الوحيدة لفهم هذا هو عمل التحويل بأنفسكم. ما سنقوم به هو أخذ الكربون الرابع هذا ونسحبه للأعلى. إذا الكربون الرابع سيكون في النهاية هنا. لنرقم ذرات الكربون لتكوين القارب. إذا هذا الكربون واحد، وهذا الكربون اثنان، هذه لم تتحرك. كربون ثلاثة سيتحرك قليلا، ومن ثم هذا كربون أربعة، وكربون خمسة، وكربون ستة. إذا هذا تكوين القارب، وكما نعلم لديه طاقة عالية. حسنا، ماذا حدث لمجموعة المثل؟ ما تزال هنا عند الكربون واحد بهذا الشكل. الآن سننتقل من هيئة القارب إلى تكوين آخر للكرسي. إذا لعمل هذا سنأخذ الكربون رقم واحد الآن، وسوف نسحبه للأسفل بالنسبة لسطح الحلقة. لذا الكربون رقم واحد سيكون للأسفل. إذا هذا يصبح كربون رقم واحد. لنرقم هذا، هذا سيكون كربون واحد، وهذا كربون اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة. إذا لنجعل الكربون رقم أربعة بالأحمر وهو ما يزال في الأعلى، ومن ثم لنضع مجموعة المثل. إذا مجموعة المثل هنا على الكربون الأول، وستكون بالنهاية هنا عندما نسحب الكربون رقم واحد للأسفل بهذا الشكل، ومن ثم نميله قليلا سيكون لدينا تكوين كرسي آخر. إذا إذا قمنا بإمالته سيكون هذا كربون رقم واحد، وهذا هنا هو الكربون أربعة. إذا لنضع الأرقام على هيئة الكرسي الأخرى، هذا كربون واحد، هذا كربون اثنان، وهذا كربون ثلاثة أربعة خمسة ستة. ماذا حدث لمجموعة المثل؟ مجموعة المثل الآن أصبحت هنا. إذا الآن قمنا بتحويل هيئة الكرسي إلى هيئة القارب، ومن ثم إلى هيئة الكرسي، وفي الواقع انتقل من هيئة الكرسي إلى نصف كرسي إلى قارب، ومن ثم شكل قارب ملتوي، ومن ثم إلى شكل كرسي أخيرا. حسنا، وبينا هنا التحويل من الكرسي للقارب. مرة أخرى يجب أن نقوم بهذا مع نموذج الذرات. هذه الطريقة الوحيدة لفهمه، وما يجب أخذه أو أخذه من هذا أننا بدأنا بمجموعة المثل للأعلى ووضعية محورية. إذا هذه للأعلى وبوضعية محورية، وعند الانتهاء من ذلك عند الكربون رقم واحد فإن مجموعة المثل ما تزال للأعلى بالنسبة للمستوى المسطح للحلقي، لكنها الآن استوائية. إذا كان لدينا تفرع وكان في البداية استوائي، وكان تكوين كرسي معين يتحول إلى تكوين كرسي آخر فسيكون استوائي. هذه العملية تسمى انقلاب الحلقة، رينج فليبينج. وقد يعتقد البعض أنها تعني قلب الحلقة،
لكن ليس هذا ما يحدث في الواقع. يمكن تحويل تكوين كرسي معين إلى تكوين كرسي آخر، وماذا سيحدث إذا بدأنا بتفرع استوائي لنضع هيدروجين عند الكربون رقم واحد ولنجعله استوائي؟ إذا هذا سيكون هيدروجين، وسترون أنه في نهاية المطاف سيتحول إلى وضع محوري. إذا إن بدأنا بوضع استوائي سيتحول إلى محوري عند هذه النقطة، لكنه ما يزال للأسفل بالنسبة للحلقة المسطحة. إذا شاهدنا التغيير من الاستواء المحوري أو العكس، لكنه سيبقى للأعلى أو للأسفل بالنسبة للمستوى المسطح للحلقة الذي شاهدناه في الفيديو السابق. إذا هذا هو مفهوم قلب الحلقة. لنرى إذا كان بالإمكان ممارسة الرسم لبعض هيئات الكرسي للسايكلوهكسان، ونفحص تكوين الكرسي في أعلى اليسار، ولنرى ما يمكن عمله هنا. إذا الكربونات اثنان وثلاثة يمكن نرى أن هذا الخط الموازي مع الكربونات رقم 5 و6 هنا. وإذا نظرنا إلى الكربونات 4 و6 و5 سنرى هذا الخط هنا. هذا الخط هو موازي للكربونات 1 و2، ولدينا أيضا هذا الخط هنا بين الكربونات 3 و4، وهذا موازي لما بين 1 و6. حسنا، ما نحاول عمله في هذا النموذج، طبعا هذا سيتطلب الكثير من الممارسة لرسم هذه الكربونات وتكوين الكرسي. هذا يجب أن تمارسوا الرسم كثيرا وببطء شديد، لنرى إذا كان بإمكاننا رسم واحد وببطء شديد هنا. لا يهم من أين نبدأ، ما يهم هو كيف نقوم بذلك، وهذا يحتاج الكثير من الممارسة للحصول على تكوين كرسي جيد. لنحاول رسم هذا ببطء. إذا هذا سيكون شيء كهذا، على أمل أن يكون في النهاية هيئة كرسي مقبول. هذا يبدو مقبول. يمكن رؤية أن هذه الخطوط ليست متوازية لأنه من الصعب الرسم على الكمبيوتر بشكل دقيق. إذا هذا الكربون الأول. الآن سنضع الهيدروجينات، والطريقة لعمل هذا هو البدء بالوضع المحوري. إذا لنبدأ بالوضع المحوري، نبدأ بالأعلى عند الكربون رقم واحد. إذا هذا الكربون الأول سنبدأ بالأعلى، ثم نضع هذا في المقابل سيكون الأسفل عند الكربون الثاني. إذا أسفل عند الكربون رقم 2، ولدينا أيضا عند الكربون 3، وأسفل عند الكربون رقم 4، وأعلى عند الكربون رقم 5، ومن ثم الأسفل عند الكربون رقم 6. هكذا نضع الروابط الاستوائية. لدينا أصلا واحد عند الكربون الأول، إذا سنبدأ من الأسفل عند الكربون واحد، إذا للأسفل عند الكربون واحد، ومن ثم للأعلى عند الكربون رقم 2، ومن ثم للأسفل عند الكربون 3، والأسفل عند الكربون 4، ثم للأسفل عند الكربون 5، والأعلى عند الكربون 6. هذا تقريبا ما يبدو عليه تكوين الكرسي للهكسان الحلقي. وكان لدينا مجموعة مثل عند الكربون واحد برابطة محورية بهذا الشكل. إذا نرسم مجموعة المثل، إذا CH3، ونعلم أن هذه الكرسي ستتحول إلى هيئات كرسي أخرى، وستكون معظم الوقت بهيئة الكرسي بما أنها الأكثر استقرارا. لنرى إذا كان بإمكان رسم هيئة الكرسي الأخرى. إذا هنا الكرسي الأخرى مرة أخرى، لدينا نفس المفهوم بالنسبة للخطوط المتوازية. هذين الخطين هما متوازيين، وهذه الخطوط هي متوازية، وهذه الخطوط متوازية. إذن ثلاثة مجموعات متوازية، وسنرسم هذا ببطء شديد. سأحاول أن أتقن كل شيء، ليس من السهل عمل هذا. إذن هذا التكوين الثاني للكرسي. مثلا سنبدأ مع الوضعية المحورية، ونعلم أن هذا الكربون رقم واحد. إذن سيكون هذا الكربون رقم واحد، وسأبدأ من الأسفل بالنسبة للوضعية المحورية. سنذهب للكربون رقم 2 من الأسفل، هناك الهيدروجين سيكون للأعلى، ومن ثم للأسفل، ومن ثم للأعلى، ومن ثم للأسفل، ومن ثم للأعلى. لنبدأ بالوضعية الاستوائية، نبدأ مع الكربون الأول. الوضعيات المحورية هي أسفل، ويجب أن نسير للأعلى. إذن للأعلى، ومن ثم البديل سيكون الأسفل.
من ثم للأعلى وللأسفل، للأعلى ومن ثم للأسفل. هذه ليست هيئة كرسي مثالية، لكن أعتقد أن الفكرة وصلتكم. إذا ماذا حدث لمجموعة المثل عندما جزيء المثال سايكلوهكسان، مثل سايكلوهكسان، انقلب أصيب بقلب الحلقة؟ هذا الكربون رقم واحد، ونعلم أن هذا الآن هو كربون رقم واحد، وشاهدنا أن مجموعة المثل ستنتقل من الوضعية الاستوائية المحورية. إذا الآن مجموعة المثل ستكون هنا بهذا الشكل. إذا الآن لدينا هيئة الكرسي واحدة مع مجموعة مثل محورية، وواحدة مع مجموعة مثل استوائية. أي من هذه الهيئات أو التكوينات للكرسي هي الأكثر استقرارا؟ لنضع بعض الهيدروجينات هنا، من نضع الهيدروجين عند الكربون الثالث وهيدروجين عند الكربون خمسة، ونضع بعض الهيدروجينات على هذا الجزيء هنا، ستكون بهذا الشكل. ونفكر أي من هذه الهيئات أو التكوينات هي الأكثر استقرارا في المثال الأول. لدينا مجموعة ضخمة من مثل، وهي قريبة لكل هذه الهيدروجينات. وبما أن مجموعة المثل ضخمة، فإنه لا يفضل وجود هذا الحجم في الفراغ. إذا هذا التكوين لديه إعاقة فراغية كبيرة. بينما على اليمين لدينا الهيدروجينات بشكل محوري ومجموعة المثل على الجانب ولا تعوق أي شيء. إذا يتبين لنا أنه إذا كان لدينا تفرع ضخم كمجموعة المثل، عندها نريد أن نكون في الوضعية الاستوائية للهيئة. إذا يفضل أن تكون أو يفضل أن تكون مجموعة المثل استوائية. إذا هذه عملية الهيئة أو التكوين الأكثر استقرارا للمثل سايكلو هيكسان. إذا على اليسار الجزيء لديه عوائق فراغية كبيرة، عوائق فراغية كبيرة، موريستيريك هاندرنس أو هاندرنس. إذا مجموعة المثل على الكربون الأول تتنافر مع الهيدروجينات على ذرات الكربون رقم ثلاثة وخمسة. نعم، بينما لا نرى هذا التنافر في الجزيء على اليمين، لذا الهيئة على اليمين هي أكثر استقرارا. دائما يجب وضع المجموعة الضخمة بوضعية استوائية، لأن هذا سيضعه أبعد ما يمكن عن التفرعات المختلفة على الحلقة.